عبارة رواد عمان، الأزياء العمانية وكشخة الأزياء العمانية. يعني مهما تطورنا ومهما دخلت علينا أزياء جديدة بعدنا نرجع للزي العماني. فنقول تميز الشاب العماني في أنه يبدأ في الزي العماني ويزيد عليه ويضيف على أشياء جديدة. معانا أحد بيوت اللي تلبس مثلا نقول على سبيل المثال المعاريس واللي تكشخهم في الأعياد بيت الدنيا، اللي صاحبه محمد الصبحي. حياك الله أخوي محمد. حياكم الله أستاذتي يا صاحي الكيف. يا هلا بك، نورت الاستوديو. النور بوجهكم وجزاكم الله خير على هذه الدعوة الكريمة، وطبعا شيء ما غريب عليكم أنكم تستضيفوا الشباب وكذا، الدعم يعتبر منكم. أكيد أكيد، نحن لازمنا نوقف مع بعض ونشجع بعض. بس عشان الوقت كنا نتمنى أنك تكون معنا من ساعة. والله تعرف أنت شوارعنا كيف. أكيد أكيد. ما يحتاج نتكلم، واليوم الأربعاء وزحمة لو يعني من 9:30 وانت في الشارع مشكلة يا أخي. أكيد الحين نحاول نحن خلال 15 دقيقة نغطي الموضوع كامل ونسولف مع بعض حول هذا المجال. فبداية، كيف دخلت مجال ريادة الأعمال قبل أنك تختار أنك شو راح تختار من ريادة الأعمال؟ والله هو التفكير طبعا الإنسان يحط في باله شيء، حاجة يحبها دائما. يعني من يبدع في شيء اللي هو يحبه دائما، الشيء اللي تحبه هو اللي تبدع فيه. وكذلك نفس الشيء، يعني لا تستعرض من الشغل. عندنا شباب شوية عندهم إبداعات جميلة حتى في خياطة مثلا أو في نسيج أو في أشياء أو في التصميم واختيار أو أي شيء، فلكن عندهم أشياء أخرى مثل النجارة والنقوش وكلا خلاف على الخشب ومثل الحدادة مثلا والأشياء الثانية هذه، بس يعني شوية استعروا من هذه الشغلة مع العلم أنهم يحبوها ويعني يعملوها. ليش يستعروا فيها؟ يقول أنا ودارس ومعرف شنو وعندي شهادات واروح أنا ما أشتغل هالشغلة، لا أريد شغلة ثانية. فهمت كيف؟ على مستوى الشهادة. لكن لو نمى هذا العمل أو نمى هذه الفكرة أو نمى هذه الموهبة تستطيع أنك أنت تنجح في مجالك وأكيد بتبدع فيه. طبعا أنا مجالي عندي تجهيز العرسان في بداياتي تقريبا من 2005 من 2004 كنت أجهز معاريس إلى آخره، يعني أكثر من 15 سنة تقريبا أو 10 سنوات، يعني 13 سنة تقريبا الحين كملت ما شاء الله. فهذا يعني عمر طويل. وثاني شيء بديت بال يعني بديت من الصفر، مجهز عرسان، اروح المنازل، اروح هنا عند اصدقائي، ادخل نفسي هنا شويه هنا شويه. وشفت نفسك اكثر في مجال تصميم الازياء وكذلك من التصميم طبعا جاء من بعد ما فتحت وحدي محل. التصميم جاء التطوير، يسمى التطوير يعني بعدين. اول شيء بدايه يعني بدايه الانسان كان طموح بشيء بسيط. يعني تخيلي كنت انا اشوف العشر ريال والخمس ريال واجد، صح، وبغيتها بعدين تكون عشرين، فبدايه لغيت خطره. فبعدين هنا البدايه، يعني لما شفت ان مشى الماده مشيت معي. وفي عشرة وفي خمسة وفي عشرين وفي 15، فهمتي كيف؟ بغيتها تزيد. ومن وين كنت تجيب المصرات والدشاديش والشال والخنجر؟ طبعا هذه كلها او هذه بعدين، يعني في بدايه في المحل، في المحل اخذهم من المحلات الخاصه من الهند. اللي تجيب تستورد منها مصرات وشالات. لا من البدايه، لان انت قلت بديت شوي شوي. لا ما كان عندي تاجير، فقط مجهز. كنت فقط مجهز في البداية، يعني هم يجيبوا الأغراض، يجيبوا الأغراض وأنا ألبسهم فيهم وكشخهم وكذا. حلو. إلين ما بعدين استمريت اشتغلت في عدة محلات كمجهز عرسان. حلو. يعني ما أني اشتغلت وفتحت محل، لا كنت موظف عادي أو كنت شخص يستعينوا فيه المحلات أني أنا أجهز لهم عرسانهم. بداية بسيطة، بداية يعني بسيطة جدا، وحصل 5 ريال 10 ريال على كل عريس يعني. بس هذا هي البداية. لكن انا بعدين بعد مرور 6-7 سنوات تقريبا من هذا الاكسبيرينس خذيت خبره يعني في المحلات وايش اللي ناقص هذا المحل، ايش اللي محتاج هذا المحل، فهمتي كيف؟ ايوه. جمعت كل هذه الاحتياجات في محلي وطبقتها معك. طبقتها معي وسميتها بيت الدنيا. سميتها بيت الدنيا طبعا، يعني المسمى عندي من 2007 انا كنت فاتح السجل تجاري. اوكي. يعني سجلي قديم، لكن ما استطعت افتح المحل لان الماده كانت ما عندي. فهمتي كيف؟ او يمكن تخوفي اني انا ادخل في هالمجال واخسر. كذلك يعني هذا فيه يعني 50% من المشروع، لكن أتمنى من كل الشباب أنهم لا يتخوفوا، لأن المشاريع إذا وقفت عليها بنفسك 100% بتنجح، لكن إذا رميتها على الوافد أو رميتها على كل حد وما تسأل عن مالك وكذا 100% بتروح عليك. حلو. بيت الدنيا سميته بهذا الاسم ليش؟ والله بيت الدنيا طبعا يقول لك الإنسان لما يدخل العشة الزوجية أو القفص الذهبي يفتح له بيت جديد في الدنيا، فهمتي كيف؟ فهذا مجال إرسال فيدخل علي أنا من بيت الدنيا، طلع من أول واحد بيت الدنيا طبعا. هذا شكله واحد من الكاستمر معي. طيب وبالنسبة للي عندهم عيادة كذا إيش داخل عاد بيت الدنيا؟ أوه العياد، العياد جميلة أكيد، تعرف أنت العياد عاد نحنا
فعمان يبي يتميزوا دائما. صحيح. فهمتي طيب كيف؟ الحين نتكلم عن الزي العماني، نحن نعرف الزي العماني من قبل هو معانا، الحين انت بعد ما فتحت بيت الدنيا اكيد قمت تطور، واحد قلت صار في تطوير. في تطوير بس ما يتطور في الدشداشه. ايش اللي التطوير فيه؟ نحن نبغى نعرف هذا الجانب. في اللبس يعني، في الاكسسوارات، في السباعيات، في الاشياء الجميله، يعني اول دقينا الوان بسيطه جدا. ايوه. يعني هاديه وخفيفه ويعني شيء على ذاك الوقت اللي هم فيه كانوا يصنعوا فيه السباعيه. أيوه. او يصنعوا فيها الخزام مثلا، الاشياء هذه. الحين لا، اصبحت الدشداشه معروفه، يعني الدشداشه العمانيه تتلون. أيوه. بالوان جميله ونقوش حلوه وبسيطه وخفيفه، حتى الخيط على لون الكمه مثلا، الخيط على لون المصر. فهذه الناس تحبها يعني، فهمت التنسيق. أيوة. فيسميه التنسيق. التنسيق يعني ما كل حد يمكن يستطيع ينسق ترى. صح. فهمت كيف؟ واحد لازم يكون عنده ذوق معين. فلازم واحد يكون عنده ذوق معين ينسق، فتحصلي انت ان الناس خلاص محمد الصبحي هو ينسق لي. يعني جي عند المحل الحين، انا ترى طبعا كملت المحل، اصبح المحل عندي الحمد لله يعني متكامل، حتى تفصيل دشداشه وكل شيء كامل، العرسان ما يطلعوا برا يفصلوا، لان حصلت صعوبه في يعني في معظم المعاريس يجيوا لابسين دشداشه مره المخصره، مره دشداشه اللي يسموها عمان كويتي، ومره يسموها دشداشه يعني فرنسيه، والى خلافه. يعني تعرف انت الوافد ما يهتم بالتراث ولا يهتم باي شيء، ما بلده اساس هو يهتم فيه، فهمتي؟ فهو يعمل على ما يشاء او يعمل اي شيء في الدشداشه. فالشباب يحبوا يعني يحسبوا ان هي هذه الموضه، مش موضه، هذه تشويه للزي العماني نفسه. تهاونا من اللي قاعد يفصل. أيوة. ما فاهم اصلا ما عادات فاهم التقاليد. ايوه عادات التقاليد. فهو ايش يسوي؟ والله يسوي له دشداشه مخصره وما فيها المواصفات الحقيقيه للدشداشه العمانيه، فتضيع الدشداشه. فالدشداشه العمانيه لها مواصفات، حتى يعني اقرتها وزاره التجاره والصناعه. أيه. نزلت مواصفات خاصه للدشداشه العمانيه، وتم تسجيل جميع الدشاديش اللي موجوده من ولايات ومحافظات السلطنه اللي مختلفه هنا في السلطنه، كذلك سجلوها يعني على اساس انها هي تكون دشاديش عمانيه تعتمد في اللبس. وبالنسبه للعاملين معك؟ العاملين العمانيين عندي اربعه ما شاء الله، ما عدا الخياطين اجانب هنود باشرافي وحدنا. حلو. يعني انت تكون موجود معاهم فوقهم يعني يومياً، عشان يومياً معاهم. يعني انت لو الحين ما جايبيني هنا، انا موجود في المحل كنت صباح. قطع الشغله. بريك بريك لهم. بريك. انزين نكمل الحين حول نفس الموضوع. التميز والتجديد حاجه لابد من وجودها، ولكن نشوف بعض المصممين يشطحوا. صحيح؟ قفزة قوية. لا ما نعترف. فأنت كيف ممكن أنك تحافظ على الزي العماني مع إدخال الإكسسوارات، مع إدخال الألوان، ولكن بالشكل العماني ما تغير فيه، خاصة لما يجيك واحد مثل أنت ما قلت، أنت تفكيره محدود في الزي العماني، فيقول محمد الصبحي غير في لبسي واللي هو الزي العماني. أنت كيف ممكن تقنعه أن هذا هو الزي العماني مع إدخال بعض اللمسات الخاصة ببيت الدنيا؟ اللبس العماني ما يتغير. أنا كما قلت لك يعني شوفي، طالما أنت مشيت على المواصفات والمقاييس الصحيحة والحقيقية للدشداشة العمانية ما تغيرت. أهم شيء أن اللبس ما يتغير. نحن نشوف كثير من الناس تغير في تفاصيل الدشداشة مثلا، وتدخل بنقوش خارجة عن العادات والتقاليد، مثل النقوش يعني نسميها النسائية للعبايات، ونقوش كبيرة وضخمة وشيء تطريز واضح. شكل واضح. هذا الشيء خطأ. عمانية الدشداشة معروفة بثلاثة خطوط أو أربع خطوط لا أكثر، أو خطين ونص، ثلاثة خطوط ونص فقط. إذا تحط عليها النقشة هي نقشة المثلثات أو نقشة خفيفة أو نقشة تطريز بسيط جدا لجمالية الدشداشة فقط. زمان أول الدشداشة كان ما تخاط بالماكينة، باليد، تخاط باليد وسمى الدرز. تخاط باليد وسمى الدرز، وكان يعني يطلع شكلها جميل. والدشاديش العمانية تختلف، يعني كان يسويوا لها زري زمان. يعني مثل الدشداشة الصورية، الدشداشة البدوية، هذا يحطوا عليها زري كان لجماليتهم، فهمت كيف؟ وتطلع مميزة. لكن ما حطوا لها اللي هي نقوش يعني كثيرة مثل النساء، وحطوا لها الورود وحطوا لها، لا، حطوا لها نقوش معينة أو درز معين، وده تتبع نفس هذه النقوش. وهذه هي هذه بس. لكن نحن نعمل إيش؟ إن نحن يعني نحط بعض الأشياء، اللمسات يعني مثلا التمصورات اللي عندنا نحن نمصر فيها، مثلا السباعيات ملونة، مثلا المصر عندنا يكون مميز، مثلا الأشياء اللي عندنا نحن تتميز فيها، فهمتي كيف؟ حلو. فهذه الأشياء اللي نحن نتميز فيها هي اللي تخليك أنت مميز. طيب، والشخص اللي داخل عندكم في بيت الدنيا حاب مثلا أنه يتمصر، أنت تختار إلا تمصيره لا لا طبعا هي على حسب اللي هو يبغاها، لكن نحن دائما نؤيد، طالما أنه هو رايح حفل رسمي
او رايح في مكان رسمي مثل عقد القران او رايح عزاء مثلا لا قدر الله او رايح لك حفل رسمي جدا ما يستطيع يعمل تمصورة تقليعة فيها فهمتي صح. هي التمصورة التقليعة هذه تلبس ايش في عرس اخوك عرس اختك رايح خطوبة رايح مثلا تزور صاحبك طالع تتمشى مع اصدقائك رايح يعني تجلس تختار لهم الشيء المناسب ايوه فانا انصحهم فلكن في ناس لا تريد شيء مختلف على اساس يقول انا اتميز فيه اريد شيء مختلف حتى في الملكات يعني لما يحضر الملكه وكذا يقول لها محمد انا اريد حاجه مختلفه غير عن اللي حاطين اقول له اوكي فانا اعمل له فعلا بس اعمل له في حدود فهمتي كيف؟ فهذه الحدود اللي انا اعمل له اياها على اساس انه في النهايه ما يكون انه هو يقول ترى طبعا بيقولوا له انت في الاول والاخير وين متمصر؟ فهمتي؟ يعكس فيعكس معه فانا احاول اعمل له حاجه تليق بالمكان اللي هو رايح انه كذلك تجي على 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 أيوة. نفسه يعني فهمتي تكون حلوه عليه على اساس انه هو ما يطلع يعني شاذ فهمتي او غلط فهمتي حلو بيش. طيب الحين انك انت تجمع انواع واشكال التمصيرات يبغى لها وقت كيف عرفت ان هذه التمصيرات كلها ولا انت كنت تتبعهم من صغير؟ لا اتبع من اول يعني انا شوفي انا يعني احاول ابتكر تمصيرات هذه ابتكار ترى يعني تميز فهمتي كيف؟ تبتكر اي شيء يعني بس انت قلت ان مثلا كل ولايه تتميز بطريقتها طريقتها هذيك طريقتها مثلا يعني عندنا تمصورات بسيطه اذا تحس بيها الصوريه الشرقاويه الباطنيه الضبيانيه اللي يسميها لاهل البريمي الضبيانيه فهمتي كيف؟ أيوة. العمانيه المسقطيه الرسميه اللي معروفه في عندنا في عمان فهمتي الرسم حق الدواء فهذه يعني تمصورات بسيطه لكن اصبحت هناك تقليعات فهمتي؟ يعني في تمصوره سميوها من التمصورات السعيديه والتمصوره العمانيه ويريدوا تمصورة ثانية كذا في تمصورة يعني نتميز فيها ما أعطيها أحد ليش؟ أيوة خاصة فيني يعني إيش هي؟ تمصورة خاصة فيني خاصة محمد صبح إذا هذه اللي هي حنت عليها؟ بدون هذاك لا 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 ما هي طيب وبالنسبة للإكسسوارات الحين نتكلم عن المفردات الجديدة اللي أنت بتدخلها في زي العماني مثل هذا اللي أنتوا الخزام أيوة نعم مثل الخزام من وين طبعا الخزام موجود من زمان يعني ما نحن بس نلبسه هو لبس بدوي قديم أيه. يعني وكان يستعمل في السفر الخزام وليديله والسقاع وسميوها بعد هناك له مسميات كثيره طبعا هو في عمان انت من وين جبت الفكره انك راح تدخلهم مره ثانيه وترجعهم تراك انت لو ما تبحث ما تلقى شيء فدورت ودرت كل الولايات والمحافظات وسالت وانا حتى السبعيات اللي انا اعملهم اصلا هي في سبعيات جينا الحين من الهند لانه قليل النسيج هنا في عمان ما عندنا نساجين اصبحوا فهمتي كيف؟ فقليل من اللي ننسج السباعيه وكذا كذا فيجي لنا من الهند لكن ايش اللي عندنا قال شغال بعد الحضاي اللي يحضي السباحيه اللي يعمل لها الزري تحت ويعمل لها الصنفه هذه تسمى حضيه والتصنيع هنا التصنيع طبعا يجينا جاهز هو لكن جاهز. لكن هنا عاد تكمل انت مثل يعني شوفي يعني السباعيه نعملها بطريقه خاصه فهمتيني؟ تمر عندي على ثلاث مراحل على اربع مراحل من الخياطه من تركيبها من كيفيه اللبس فهمتي كيف؟ أيه. يعني انا اول ما بديت اطلع السباعيه ما كانت تلبس سباعيه في مسقط ولا كانت تلبس كانت تلبس في صور ومن الزمن يعني من فتره التسعينيات نهايه التسعينيات نحن نقول أيه. من 97 98 بديت تقل خلاص بدت تختفي متى ظهرت مره ثانيه؟ ظهرت في 2013 لما انا قدمت فيها عروض ازياء، لما انا طلعتها في التلفزيون، لما انا لبستها فهمتي؟ فبدت تنتشر وتعود مره ثانيه فاصبحت يستغلوا الشباب في المحلات ويستغلوها في كذا بس عشان الوقت نتكلم الحين ايضا عن مشاركاتك لان عرفنا انك قبل شوي يعني قبل شوي قبل لك فتره مشاركه في كوريا الجنوبيه نعم. بعرض نتكلم عنه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين اول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى ونشكر كذلك سعاده السفير محمد الحارثي بجمهورية كوريا على الدعوة الكريمة اللي دعانا فيها وعلى كل التسهيلات اللي قدمها لنا بالمشاركة هناك طبعا شاركت أنا والشباب معي المودلز شباب حسين العجمي وكذلك ماجد الغطريفي وأحمد اللواتي جزاهم الله خير على يعني شاركوا معي في هذه الدعوة ومعي بعد طفلين أبناء سعادة السفير دخلوا معي في العرض كذلك لبسناهم والحمد لله رب العالمين توفيق من الله كنا شايلين يعني هم هذا العرض أننا نقدم في جمهورية كوريا عرض أزياء رجالي يعكس الثقافة العمانية بما تتميز من اللبس لأن تعرف أنت خاصة في كوريا وشرق آسيا عندهم لبس متنوع نفس الشيء وعندهم لبس تراثي جدا يعني يعتبروهم من الوجهة فكذلك نحن لما أخذنا لبسنا هناك حقيقة يعني كثير من الكلام اللي دار بيننا وبينهم يعني بخصوص اللبس قلنا لهم نحن بعدنا نقصنا
لان انا تعرف انت السفر لهناك يحتاج لك يعني اذا كان تاخذ 10 موديل 8 موديل اساس تقدم جميع اللبسات الصوريه والبريميه والطوقيه يحتاج شويه في تكلفه يعني ماليه. فعشان كذا احنا قدمنا الشيء الرئيسي اللي هي اللبس الرئيسي البشت والمصر والشال، وقدمت لبسه واحده سباعيه لان بعد السباعيه تكون مميزه يعني. وقدمت للاطفال لبس تقليدي مطور منها السباعيه ومنها الدشداشه الطوقيه والدشداشه البدويه، لبسناهم لبس كذا مطور بسيط والحمد لله رب العالمين ظهرنا بمظهر جميل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحين بس على السريع في خلال 60 ثانيه نتكلم عن التسويق، الحين نشوف عدد المتابعين تقريبا 98,000. نعم. طيب كيف تميزت وقدرت انك تسوق لبيت الدنيا بهذه الكميه من الناس وها، والحين اي حد يعني حاب انه يلبس يقولوا له روح بيت الدنيا مع احترامنا ايضا المصممين الاخرين، ولكن نشوف ان اسمك ظاهر بشكل قوي. نحن والله اول شيء هذا التوفيق يعني، لكن انت دائما التجاره يعني 90% منها التسويق. فانا مشيت في التسويق من لما بديت المحل في 2012 فتحت الانستغرام مالي، يعني هذا الانستغرام فاتحنا من 2012. جميل. عن فتحت المحل، فتحت المحل طبعا في شهر 8 2012 ايوه تقريبا، ففتحت الانستغرام معه، وحتى الانستغرام ما كان مسوق بهذيك القوه، لكن المجلات والجرائد اللي انا كنت اشتغل عليها هي اللي فتحت لي، واكثر شيء اللي فتح لي الاسم يعني اللي انا قدمت فيه العروض الازياء. دخلت انا في هذا المجال مع العلم انه كانت ما في تقبل من المجتمع. صح. وكان في بداياتي يعني ما كان المجتمع يتقبل اني انا اقدم عرض ازياء رجالي، ولكن الحين يفخر بهذا الشيء. لا الحين الحمد لله اشادات كثيره، ونشكر يعني شكر من الله سبحانه وتعالى ان المجتمع العماني عندنا سريع الفهم ترى. يعني اصبح عمان ما بلد يعني منغلقه، لا اصبحت منفتحه وتحب هذا الشيء، لكن بالطريقه الصحيحه وليست بالطريقه الخاطئه. صحيح. شكرا لك اخوي محمد الصبحي، كنا حابين نتناقش معك اكثر ونتكلم اكثر ومجهزين لك كنا مجموعه من الاسئله، ولكن بس بالنسبه للوقت ان شاء الله لنا لقاءات وكذلك جلسات اخرى تجمعنا معك، نورت استوديو. شكرا لكم، جزاكم الله خير، والله يعطيكم الصحه والعافيه، وربي يوفقكم ان شاء الله تعالى. الله يعافيك.